السلام عليكم، معكم الفنان عثمان هشام السلاوي الملقب جميل. المسيرة الفنية ديالي بدأت في 1997 مع الأستاذ أنور الجندي والنخبة ديال الرواد رحمهم الله، منهم اللي باقي ومنهم اللي مات الله يرحمه، بحال الأستاذة الحجة فاطمة بن مزيان والأستاذة الحجة حبيبة مدكوري والأستاذة أمينة رشيد والأستاذ المحجوب الراجي ويعني والأستاذ مصطفى تهتاه والأستاذ عبد الله ديدان والأستاذ محمد الأثير والأستاذة فاطمة الزهراء بوراس والأخت بشرى عوينتي. وهكا مشات المسيرة الفنية ديالي حتى توفى الأستاذ أنور الجندي، عاد وليت تنبيع تيدو جافيل. اليوم حاليا كاين واحد العمل مع جمعية أبي رقراق برئاسة الأستاذ نور الدين شماعو وتنسيق الأستاذ عبد المجيد فنيش، في واحد العمل مسرحي تيهضر على الملحون والناس الملحون بمدينة سالة. طبعا الاسباب الغياب غادي يكون غير الاستاذ انوار، طبعا مات هو اللي هز الهم على هذاك الشيء، اللي يعني ابو الفنون تخصو اللي يتسارى واللي يقلب واللي ينظم واللي هذا. ذاك الراجل توفى، حنا كنا وقفنا تهتاره في مراكش وعثمان بسلا فاطم الزهراء بطانه وكاع الممثلين، يعني بحال ما كرهناش نديرو الفرقه، ولكن ما عندناش اللي غيدعمنا واللي غيشري لنا الديكور واللي غيدينا الاستوديو، بالعال حوايج كاينين، حيت هذا الشيء هذا ماشي غير اجي ودير فرقه. الفرقه راه فيها ملابس وفيها ديكور وفيها ناس وفيها ديبلاسمون وفيها بزاف بالعال حوايج. يعني هذاك السيد اللي هو انور الجندي رحمه الله كان مضحي بماله بوقته بفلوس وليداته باش غادى الفرقه، ولكن مني مات هو الغالب الله. افتقدت انا انوار جندي وماشي رخيص عند الله، الله يعطي والله ياخذ. رحمك الله يا انوار جندي غزال، احسن اب فني، احسن اب فني هو اللي اكتشفني، هو اللي وراني، هو اللي قراني، هو اللي ردني فنان. ماني كنت غير كلون مع واحد الشخصيه اللي هو عمي ناقوس رحمه الله مولاي سليمان العلوي، ولكن انور الجندي هو اللي اكتشفني، هو اللي ردني فنان، هو اللي وراني نحسن هاد التحسينه. هاد التحسينات زمان كانوا كيحسنوها الناس وكانت عندها رمز من الرموز في البلاد. الله يرحمك سيدي انوار ويرحم الحاجة فاطمة بن مزيان ويرحم الحاج طيب صديقي ويرحم طيب العلج ويرحم حبيبة مدكوري وكاع الفنانة الرواد اللي خلاو لنا المشعل باش نزيدوا لهاد البلاد اللي قدام. والله ينصر سيدنا وشكرا. أهم ذكرى بقات راسخة في الدين ديالي مع الأستاذ أنور الجندي هي الرحلة لأمريكا، وسولته أنا أسيدي أنور غنمشيو الميريكان، قال لي غنمشيو الميريكان ومنين نجيو إن شاء الله غنمشيو حتى لكندا. قلت له الله الله، وعرفتي شنو دير أسيدي أنور؟ كمل بيا الكرة الأرضية عاد نموتو. الله يرحمك أسيدي أنور، شكرا. طبعا مشينا الميريكان، مشينا لكندا، مشينا لإيطاليا، مشينا لفرنسا، مشينا لإسبانيا، ما بقى لنا غير نكملوا كرة أرضية ساعة الله بغاه ده الله يرحمه. وهي ما فايداني غير مع الناس اللي ما قراوش باش نقول له أنا فنان، نقولها البطاقة
ما فايداني بوالو. خص النظر فيها، خص الناس المسؤولين ينظروا فيها بعين الفن وبعين الفنان اللي خدامه بالكونترا، ما عندوش ماندا. ما حنا كاع فنانة وما عرفناش وما فهمناش يعني كيفاش ما عامنا ندويو. الله يسمح للنقابة ديالنا اللي غير بيرو ديالها مسدود، الله يسمح لهم هاد الناس اللي مسؤولين علينا باش يدويو علينا تيدويو على راسهم، الله يسمح لهم باش يفكروا في الفنان. وانا بغيت غير واحد المناصفة تكون كاينه، واحد البركه كتعطى معينه من رشهر رشهر. علاش تتعطى للكبار وما تتعطاش للصغار؟ علاش كاينه واحد البركه؟ علاش من الاساس بدا البركه تتعطى لواحد الجهه دون غيرها؟ كاينه واحد البركه كتعطى من الشهر للشهر، اللي انا كناخذ واحد البركه من العام للعام، كاين واحد اخر تياخذ من الشهر للشهر، حتى هو فنان ومسك عليه الله ومن حقه ياخذها هو وانا لا. ما عرفتهاش علاش هي مقننه للفنانه وخص الفنانه كلهم يقبطوها، ما عرفناش شنو السبب. انا قلت لك النقابه راها ساده والله يسامح عليهم، راهم ناعسين ما عرفوش. انا تصور انا تنخلص النقابه من العام للعام وما عرفش الرئيس كي مداير، واش حمر ولا زرق، واش رباطي ولا دكالي، والسلاوي واش فنان ولا غير قايجي. نقول له شوف بعين الفن، شوف بعين الفن الا كنتي فنان. طبعا خص كلهم ينوضوا، ماشي غير انا، ماشي غير انا اللي خصني نبكي، راه خص كلشي ينوض يهضر على راسو. ما حد القضية هاكا، علاش انا نمثل ونضحكك انت وانت وانت وانا نغبي وانا نبقى في الغبينة؟ هي كانت المسرحية بحد ذاتها عام وهي تتكتب، وملي كتوجد فيها عشرات العروض كيديرين هاد العشرات العروض شحال بغا يعطيه هاد المنتج لهاد الممثل؟ شحال غا يعطيه مثلا؟ 20,000 درهم؟ راه عام غا ياكل هاد 20,000 درهم؟ ما يمكنش. الا كنتي انت غدير معايا كونترا ديال عام وغنخدم معاك وغتعطيني 2 مليون اللي هي 20,000 درهم كاع مثلا، وهاد 20,000 درهم انا بيت ناكلها غير من مراكش لسلا. ما نقدر نقول والو. علاش؟ حيت انا مهمش ما تيعيطولي، ما تيسولو حتى فيا، اذا ما نقدر نقول والو. هو مصطفى الدسوكين، مني مات انور الجندي لقيت غير الحاج مصطفى الدسوكين، الله يعطيه صحيحته ويخلي له وليداته، هو اللي كيفكر فيا الان، تيفكر فيا ويعيط ليا ويسول فيا. اللهم تعالى يعطيه صحيحته ويخلي له وليداته. طبعا انا كنهضر مع العالم، الجمهور ديالي الله يخليه ليا لان تيحبني، رغم انني تنعاني
رغم ذلك أنا فرحان بجمهوري، والجمهور السلاوي بالخصوص مح عليه مح عليه مح عليه. قيمة 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 كاع، ماشي اعتبار، قيمة كبيرة كاع. كنحس براسي كأنني جالس في حومتي في مسرح، لا مع الصغير ولا مع الكبير.